انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، حيث اعتمد بنك التنمية الاجتماعية وبمساندة من صندوق التنمية الوطني برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال. ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها بإذن الله تعالى الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود، تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، يتم من خلالها تمويل 100,000 أسرة خلال عام 2020. كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال، يتم من خلالها تمكين 6,000 رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية والتركيز الأنشطة الطبية الجديدة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة. كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال، ليتم من خلالها تقديم الدعم 50,000 منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.